يا يعني شوفوا اللون، بالله شوفوا اللون. طبعا المشكلة انه عليها اخر حاجة ما قال شيء 3 4 سنين، يمكن 5 سنين كمان. شايفين كيف؟ قريب من فان شاء الله ناوي اكمل بس في هذا اللاين. لكن ممكن واحدة فصل هذه مثلا تلقاها تغير جدا. ايوه ايوه هذا الثعبان تحديدا اللي في ايدي الان اخذ اكثر من 10 سنين من الشغل والوقت طبعا. فزي ما شايفين سبحان الله وحيد. في ناس بتنتج لكن ما بينتجوا هذه التركيبات او الجينات، لانه اصلا انا ما عندي حل ثاني. هذا عسر، جهه عسر، فبس طلعت واحده بيضة هذه والباقي كله از فيري يونيك، لانه جايه كده في طولي البقبه جايه طوليه بس الغفر يعني المحافظ عليها. طبعا على فكره ويتحرك ويتسلق ويسبح. مره حلو والبيضه برضه هذيك وهذه برضه اللي تحت حلوه. ايوه ايوه طبعا سبحان الله كان سان فاير اكيد ما سان فاير. جاتك على بوز بدها تسوي لك بوز. يعني اكيد صار عندك ثقافه واسعه في جدا. انا اقرا مره كثير واسال برافو عليك يعني تصويرك حلو. انا هذه دائما تذكرني في السنة. انت مصور لك الموضوع عارف. في ناس يجمعوا احجار كريمه، سيارات كلاسيك، بينتينجز، نفس الشعور. انا كاني يعني عندي كولكشن من الـ انا اسميها ليفينج ارت، اللي هو الفن الحي. لانه الان بعد ما ان شاء الله تشوفوا الانتصار، انا اللي بسويه هنا بنتج طفرات جينيه نادره واستاك ذا جينز، استاك ذم، بركبهم على بعض عشان اطلع باشكال والوان لا يوجد منها على وجه الارض.